السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. القاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذا الطبق ديال الكفته ديال السردين مشويه في الكوكوت. كتجي بحال الكفته ديال اللحم وكتجي بنينه بزاف كفكره لوجبه الغداء او العشاء، كتوجد بسرعه في اقل من 20 دقيقه. قبل ما نبدا الفيديو، بالنسبه للاخوات اللي اول مره كيلتحقوا بالقناه ما يبخلوش عليا بلايك واشتراك القناه باش يوصلكم ديما الجديد. بالنسبه للسردين فغسلته ونقيته وحيدت منه الشوك ووضعته في الهاشوار وزدت معاه طريفات ديال الشحمه. هذيك الطريفات ديال الشحمه هما اللي تزيدوها البنه وكتجي بحال الكفته ديال اللحم. بالنسبه لها التتبيله ديال هاد الكفته، فانا حكيت جوج دروس ديال الثومه واحتاجيت الكمون والملحه والسوداني والفلفله الحمراء، الملحه حسب الذوق. وشلطت هاد البصيله هنايا، ما بغيتش نحكها باش ما تطلقليش الماء في الكفته. هاد البصيله دوائر تقريبا نص كيلو ديال البصله، وكنحتاج للربع مقطع. وكنكبوا هاد التوابل على هاد الكفته وكنزيدوا ديك البصيله المشلضه. وكنزيدوا معلقه ديال هاد الربيع اللي فايت قطعته، غسلته ونشفته مزيان وقطعته في الهاشوار مع الملحه. وكنديروا في هاد القريعات هكا ونديروا في الثلاجه، كيبقى مده طويله ما كيخسرش. وكنزيدوا حتى الثومه، وكنبداو ندخلوا هاد المكونات مع الكفته باش كتشرمل لينا مزيان، كتجي بنينه بزاف. بالنسبه للوليدات ما تيفرقوش بينها وبين الكفته ديال اللحم، كتجي تقريبا بحال بحال، حيت كنزيدو فيها ديك الشحيمه فكتعطيها بنه زوينه. بالنسبه للقوام ديال الكفته فهو كيجي بحال هكا. وكنطحن البصله كانت غتجيبها جاريه، فدرت كريات ديال الكفته في الطبسيل باش يسهل عليا نوضعهم. هنا وضعت البصله في الكوكوت، درتها من التحت، ما كديريش معها حتى نقطه ديال الماء. هي البصله اصلا كتطلق الماء ملي كتبدا طيب، فغتشعلوا ليها البوطه بعافيه مهيله باش ما تحرقش ليكم. وكتبداو تستفوا هاد الكريات ديال الكفته فوق هاد البصيله حتى كتكملوا الكميه كامله. بالنسبه لهاد الكميه غير ديال زوج ديال الافراد العائله، ما كاينش بزاف. بالنسبه ملي كتكون العائله تبارك الله كبيره فكتضاعفي الكميه. تقريبا هنا غير نص كيلو ديال السردين. كنحاول نحط هاد الكفيته فوق هاد الدوائر ديال البصله باش كتهبط عليها هذيك العطريه ديال اللي درنا من الكفته، كتجي بنينه ديك البصيله. من بعد كنشدو الكوكوط بالغطايه وكنديرو حتى الصفاره، كنحسبو 10 ديال الدقائق. ومن بعد حليت عليها فلقيتها مازال فيها مريقه، خليتها كتنشف، ما سديتش عليها الكوكوط. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. الصراحه كتجي مزيونه وبنينه بزاف. رافقتها بهاد الشليضه هادي ديال الخيار ومطيشه والمكور. وبالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك القناه باش يوصلكم ديما الجديد. هانتوما كما كتشوفوا الكفته جايه طايبه ومعلكه البصله.